السلام عليكم ورحمة الله. تكملة لـ Human Nutrition Topics, Today we will talk about Energy Balance. اليوم نتحدث عن الوحدة السادسة وهي توازن الطاقة وتكافؤ الطاقة في الغذاء. إذن الـ Energy Balance and Body Composition في الوحدة السادسة من محاضرات تغذية الإنسان. Energy balance كتعريف توازن الطاقة, energy equals to energy in equals to energy out. الطاقة هي الطاقة الداخلة تساوي الطاقة الخارجة, هذا هو التوازن الذي نتحدث عنه. إذن البالانس هنا في الطاقة هو محصلة الطاقة الداخلة مع الطاقة الخارجة, إيش بيخش على الجسم من سعرات لازم يطلع عشان ما يزيدش الوزن وما يكونش في مشكلة في الاستهلاك. It's a shift in balance causes weight it changes. هي عبارة عن تحول أيضا في التوازن, وهذا التحول يسبب تغييرات في الوزن سواء كان في النقصان أو الزيادة. ركزوا, نقصان أو الزيادة. Shift in balance causes weight it changes. إذا الطاقة لو كان مثلا الانرجي ان الطاقة الداخلة أعلى من الطاقة الخارجة أو المستهلكة, إذا في زيادة وزن. لو كانت الطاقة المستهلكة اللي هي الخارجة أعلى من الطاقة الداخلية بيكون في نقصان في الوزن. energy intake اللي هي اللي بنتكلم عنه هنا السعرات المستهلكة والطاقة المستنفذة هنا في اللي احنا المستهلكة calorie from food, وهذه هي السعرات الحرارية اللي بنتكلم عنها calorie from food. energy expenditure الطاقة المستهلكة التي تنفقها انت في او تستهلكها او تستنفذها الأجهزة او العضلات او الحركة او النشاط الرياضي, ايش بتساوي؟ energy expended at rest plus during physical activity, هي السعرات الحرارية اللي ايش بتكون مستهلكة من وقت الراحة energy expended at rest زائد during physical activity او اثناء, زائد طبعا بالاضافة الى اثناء النشاط البدني. excess energy is stored as fat, التخزين هنا بصير ايش للطاقة, هي الدهون في حالة انه في زيادة ل السعرات الحرارية يحولها الجسم إلى دهون وجلايكوجين في الأنسجة. Fat is used for energy between meals. هنا الدهون تستخدم لاستنفاذ الطاقة أو لتوليد الطاقة أو لتحفيز الطاقة أحيانا ما بين الوجبات. Energy balance is calories in versus calories out. توازن الطاقة والطاقة زي ما حكينا احنا السعرات الداخلة والسعرات الخارجة. positive energy balance هنا اللي بنتكلم عنه في البوزيتيف والنيجاتيف, في نوعين من الاوت والان. positive energy balance consumes more calories than expended, زي ما حكينا انا في السلايد اللي قبل كده, عندما تكون الطاقة الداخلة إلى أو توازن الطاقة الداخلة بالبوزيتيف يعني إيش بالزيادة, بيكون إيش في استهلاك للكالوري بشكل عالي أكتر من السعرات اللي إحنا بنقول عنها بنحرقها. leads to fat storage weight gain, وتؤدي إلى تخزين الدهون وزيادة الوزن. negative energy balance اللي هي إيش, لا يكفي ميزان الطاقة الداخل إلى الجسم على عكس المستنفذ, يعني أنت بتحرق أكثر ما بتاكل, وهي الكالوري intake falls short of needs leads to weight loss. وهذا اللي احنا عارفين إنه لما نستهلك طاقة عالية من مخزون الجسم ولا نعوضها بالطاقة يصبح هناك في نقص للوزن. هذا هو الأشكال. إذا consume more amount of food أكثر من expenditure بصير في عنا زيادة في الوزن, و small amount of food لكن المستنفذ من الطاقة عالي بصير خسارة في الوزن
أما اللي بنتكلم عنه اللي هو energy in equals to energy out اللي هو التوازن، وهذا إيش اللي بيحافظ على سلامة الوزن أو الوزن المثالي. energy in food, food composition, direct measures of food energy value, pump calorimeter, indirect measure of energy released, oxygen consumed, والكيلو كالوري كالكوليشن، القياس المباشر للطاقة هنا بيصير عن طريق الكالوريميتر اللي هو اللي بيقيس الطاقة المقابلة أو المتكافئة عند الانفجارات. بمب هنا بتيجي كمان مش بمب مضخة، لا ما بتيجي هنا كلمة بمب مضخة، هو ايش الحرق اللي الماكسيمم تبع الطاقة اللي بيصير في الجسم. indirect measures اللي هو الغير مباشر، ايش بيصير اللي هو اللي الطاقة المستهلكة او المستهلكة للأكسجين، consumed oxygen او oxygen consumed، قديش انت بتستهلك اكسجين في حرق هذه السعرات، وكمان بنقدر نحسبها عنها على هيئة calorie calculations، بنقدر نحسب السعرات الحرارية اللي داخلة على الجسم، كل منتج غذائي له كم معين من السعرات معروف على في الموازين أو في الجداول المتعارف عليها. مثلا على سبيل المثال التمرة ما بين 60 إلى 65 سعر حراري، البيضة ما بين مسلوقة طبعا وسط ما بين 80 إلى 90 سعر حراري، وهكذا. بامب كالوريميتر، الكالوريميتر هنا بامب كالوريميتر اللي هو اللي بيقيس السعرات الحرارية أو قنبلة السعرات الحرارية، is an instrument that measures the heat energy released when food are burned، لما يحرق هنا الغذاء نولعه في الكالوريميتر هذا، في البامب كالوريميتر الجهاز هذا ايش بيقيس؟ الهيت انرجي، الطاقة الحرارية المستهلكة للأكسجين على حساب حرق هذه الأطعمة. direct calorimeter measures the heat energy released، بقيس هنا قياس السعرات الحرارية اللي ايش بنحكي هان direct calorimeter. الكالوريمتر هنا direct هذا المباشر بقيس الطاقة المنبعثة من الحرارية، يعني measures the heat energy released. indirect calorimetry الغير مباشر، measures the amount of oxygen consumed and carbon dioxide expelled، بيقيس الأكسجين المنبعث عن الحرق المستهلك طبعا، وهنا ثاني أكسيد الكربون اللي خارج نتيجة هذا الحرق. وهذا هو الجهاز، طبعا هذا ممكن يكون من زمان يعني استخدم، هذا صور 2007، فحديثا في أجهزة طبعا بتقيس، بتحط التفاحة أو الفاكهة أو نوع الخضار أو شيء بيقيس فيها قديش الطاقة بالإشعاع الطيفي، واللي بنتكلم عنهم الأجهزة المتقدمة. طبعا هنا الضغط النفسي هذا اللي احنا بنتكلم عنه، الضغط النفسي بيصير في عندك مشكلة في شهيتك للأكل، وبالتالي بيصير نوع من أنواع عدم الشعور بالراحة في تناول الطعام. هانجر الجوع، تعريفه an irritating feeling that prompts through of food and motivates one to start eating. الجوع هو شعور مزعج أو شعور مقلق يدفع الأفكار أو التفكير أو التركيز في المواد الغذائية، اللي بيحفز الأشخاص أو الناس على البدء في تناول الطعام. وهذا الحافز إيش بيسوي؟ بيدفعنا لتناول الأكل، واللي هو شعورك بالجوع، إحساسك بأنك جعان، بيصير إيش شهيتك تشتغل، ويتخيل الإنسان أنواع وأصناف من الطعام فبيقوم يأكل أو يصنع الطعام أو يشتري أو يعمل. The stimulus that drives us to eat هو الدافع إلى أنه أنت لتناول الطعام. Necessary for the survival of the species هو العامل الضروري أو الفاعل المحفز الضروري للبقاء على الحياة.
main reasons is empty stomach. السبب الأساسي في الجوع هو إيش؟ فراغ المعدة. يعني فراغ المعدة، لما تفرغ المعدة على الآخر بيبدأ الإنسان يحس بالجوع، وهاي إشارات بيتم تنبيه الدماغ عليها. influenced by، هنا إيش بيصير؟ في متحفز ضروري فبيتأثر بيتحفز به. presence or absence of nutrients in the bloodstream، وجود أو غياب بعض المواد الغذائية في مجرى الدم. size and composition of preceding meal، ممكن يكون كمان حجم تكوين الوجبة السابقة، يعني الوجبة اللي انت أكلتها قبل شوية مش مشبعة كتير، يعني يدوب انت تكون أكلت أو بليت ريقك أو أصناف بسيطة خفيفة مش هي اللي مش satisfied، يعني انت مش مقتنع انك لسه شبعان فبتتحفز انك تأكل تاني. climate، المناخ. heat reduces hunger and cold increase it، هنا واضحة انه الشوب الحرارة بتقلل من الجوع، الشعور بالجوع والأكل، لكن البرد العكس، بتحس حالك انك جعان وبدك تأكل زي ما بصير في فصل الشتاء. ايضا التمارين الرياضية exercise بتحسس الانسان بالجوع. ايش كمان في عنا؟ كمان المحفز الاخير اللي هو الهرمونات، في هرمونات بتحفز الانسان انه يأكل بشراهة اكتر، بالرغم من انه لا يوجد محفز للطعام كالجوع او الستريس، وهذا يعتبر ظرف مرضي بده تحقيق شوية في مع المرضى بكرة لما تواجهوها هذه المشكلة اللي هو الاكل بشراهة بدون سبب. situation tells us to stop eating، الإشباع في situation هنا إيش هي؟ اللي هو بنسميها إيش؟ satiation. satiation أو الشبع، الإشباع، وقتش أنا بشبع في situation تاعتنا الحالة هذه اللي هو satiation tells us to stop eating، التوقف عن تناول الطعام. ما بتلاقي حالك إلا أنت في situation معين، في حالة معينة أنك وقفت، فهذا بنسميه satiation. food enter gastrointestinal tract GI tract and hunger diminished أو diminished، بيدخل الغذاء للقناة الهضمية، وبالتالي هنا انت ايش بتكون؟ شعرت بالشبع. ليش؟ لانه بدأ الطعام ينزل على المعدة والمعدة بطلت تصير فاضية، بطلت تنبه للجسم انه اريد طعام. receptors in stomach stretch and hormones become active being او begin feeling full. الهرمونات هنا بتبدأ ايش؟ مع تمدد المعدة واتساعها نتيجة امتلاءها بالطعام، بيشعر الانسان انه بالشبع، لانه الهرمونات هذه بتفرز اشارات للدماغ انه يكفي، انا اشبعت. satiety tells us not to start eating again. satiety اللي هي ايش؟ الشبع زي ما نقول، يعني الإحساس بالشبع tells us not to start eating again، بيقول أن ما بنبدأ في الطعام، تناول الطعام أو الشراهة للطعام مرة أخرى. ليش؟ لأنه أنت staying full، أنت مليان، يعني بتقعد 3 ساعات 4 ساعات حاسس بالشبع، يعني عندك ايش؟ في حالة situation من satiety، شبعان. تمام؟ هنا الadjective والفعل يا جماعة. signaling not to eat till the next meal، بتدي اشارة بالامتلاء او بالشبع الى حين ان تأتي الوجبة القادمة. وبرمجة سبحان الله، لما الانسان يكون وقت فطور ويجي وقت الغداء، فعامة بما انه خلاص سايكولوجي دخل وقت الغداء، اذا انا احس بالجوع. overriding hunger and satiety، كيف بدنا نتجاوز هنا الشعور بالجوع والشبع؟ تتجاوز هذا ال overriding satiety عشان احنا نعمل تجاوز للشبع، بدنا ايش؟ نعالج الهابت اللي هو الطبع، طبعك الغذائي، شراهتك للأكل. bored or anxious، ممكن يكون انت تشعر بالقلق او السعادة. depressed or happy، الشعور
يعني زي بعض، بورد ديبرست الاكتئاب او القلق والشعور بالسعادة او الاكتئاب. فهذه بدنا نعمل عليها تجاوزات حتى انه ما ناكلش كتير. Overriding hunger signals, fasting, anorexia nervosa. في هنا تجاوز اشارات الجوع هو عبارة عن محفز للصوم، او الصوم محفز للأوفررايدنج هان، حتى انه يشعر فقدان الشهية العصبي. في ناس ما بتاكلش نتيجة ما بدهوش ياكل، هو جعان لكن ما بدهوش ياكل. Sustaining satiation and satiety، الحفاظ على الإشباع والشبع. بعض الأطعمة إيش بتيجي هنا، certain food helps to keep you feeling full، بعض الأطعمة بتساعدك على إنك إيش تكون شبعان والشعور الكامل بالشبع. Low energy density food are more satiating، الكثافة الأطعمة اللي كثافتها منخفضة بالطاقة أكثر إشباع، يعني أنت بتاكل كتير لكن فيش فيها سعرات عالية، وهذه بتفيد من ناحية الوزن، زي مثلا السلطات الخضار. مش الأطعمة الدسمة القليلة الكمية ولكن سعراتها عالية جدا، هي لا بتشبعنا وبتزيد وزننا لأنه فيها إنرجي عالية كتير. بروتين is the most satiating، البروتين هو اللي بيخلي الأكثر إشباع، الشعور بإشباع، يعني أكل اللحوم بشكل عام بتحس بالشبع فعلا. complex carbohydrate also the same way، الكربوهيدرات المعقدة أيضا بتشعرنا بالشبع. high fiber foods slow down digestions and can create satiety، الطعام اللي يعني غني بالألياف إيش بيسوي، بيخلي الشعور بالجوع معدوم تقريبا أو الإشباع عالي. ليش؟ لأنه slow down digestion بيبطئ الهضم. فمعروف أنه أنت في برنامجك الغذائي بكرة للمرضى بتكون الوجبة من الكربوهيدرات المعقدة وأيضا إيش من الغنية بالألياف حتى لا يشعر بالجوع على طول، ويكون بطيء الهضم والامتصاص والإنرجي معتدل ومتوازن. High fat food stimulate appetite، الأكل الدسم العالي الدسامة والمليان بالدهون بيحفز الشهية للطعام. عشان هيك السبب the reason maybe that fats are not seen in the body as immediate fuel, more as long-term storage material, plus they do not increase blood glucose level. عشان هيك الأطعمة سبب بيكون إيش، هو الدهون لا تظهر في يعني في الجسم ك not seen in the body as immediate fuel، ما بنعتبرهاش في الجسم هي الوقود كوقود مباشر أو وقود فعلي. يعني أنت بتاكل الدهون من هان أنت ما بتحرقها بسرعة، لا بالعكس، هي بدها تتخزن في الأول، more as long term storage material، ممكن تتخزن في الأول بعدين يبدأ الحرق من الجزئيات البسيطة، والباقي طبعا الجسم اللي ما بيحرقه حيضل يتخزن دهون ويتراكم ويزيد الوزن والسمنة بتصير هنا. plus they do not increase blood glucose level، وما بترفعش طبعا نسبة السكر بالدم وما بتزيد مستويات السكر في الدم، عشان هيك انت بتحس بالجوع بشكل دائم. energy out the calorie the body expends، الكالوريات او السعرات الحرارية التي يفقدها الجسم او يحرقها الجسم، في لها عدة محفزات. the energy expenditure includes، هنا ايش بيسوي، بيكون الطاقة بتشمل على الانشطة basal metabolism activities، الأنشطة القاعدية هنا في الأيضية أو اللي لها علاقة بالهضم. physical activity النشاط الرياضي. thermic effect of food تأثير الحراري للطعام. adaptive thermogenesis توليد الحرارة أو التكيف مع توليد الحرارة، يعني زي مثلا في الأجواء الباردة أو الأجواء الحارة، فأنت في الأجواء الباردة بدك إشي تاكل عشان يدفيك يحسسك بالحرارة، الأكل اللي بيعطي إنرجي حرارة عالية، عشان هيك بتلاقيك في البرد بتاكل كتير. These energy requirements differ from person to person and are affected by age, gender, weight and height، هنا بتختلف هذه الاحتياجات من الطاقة من إنسان لإنسان
تتابعا مع العمر والجنس والوزن والطول. طبعا هذه معادلات، كل إنسان بيختلف، كل جسم بيختلف عن الآخر. The intensity and duration of physical activities also make a difference. شدة ومدة النشاط الرياضي وكثافته أيضا هو بيحدد قديش في استهلاك للطاقة أو مخزون للطاقة. فهنا البيسال ميتابوليزم بياخد من 50 لـ 65% من طاقة الجسم، 30 لـ 50% بياخدها اللي هي النشاط الرياضي physical activities، والـ10% اللي بحددها من الثيرميك افكت اوف فود، التأثير الحراري للطعام. Components of energy expenditure، مكونات الطاقة المستهلكة أو الاستهلاك للطاقة، شو مكوناته؟ في عنا basal metabolism. Basal metabolism rate أو BMR، هي كان المفروض تكون تشابتر لحالها، لكن هنا أنا لغيتها وحطيتها في هذه الجزئية بمفهوم بسيط. BMR basal metabolic rate، هذا إيش اختصار basal أم metabolic R rate، basal metabolism أو basal metabolic rate، هي عبارة عن إيش؟ 2/3 تقريبا الانرجي المستهلكة، الطاقة المستهلكة. supports the basic process of life، هي اللي الداعم الأساسي الأولي للحياة، لأنه لو ما فيش expenditure حرق للطاقة ما فيش حياة، فالجسم لازم يحرق عشان يعيش. factors affecting BMR، شو هي العوامل اللي بتأثر على الطاقة أو التمثيل الغذائي؟ هان aging، العمر بيخفف من البي ام ار، بيخفف من البيسال ميتابوليك ريت، من هذه اللي هي العمليات الأساسية بيخفف منها العمر. كل ما تقدم الإنسان في العمر بيقل الحرق. height، الطول، the taller the higher the BMI، كلما زاد الإنسان في الطول كلما زاد الحرق أعلى. A growth increases BMR، النمو بيزيد البي ام ار. body composition، مكونات الجسم، تكوين الجسم. lean body mass increases BMR، الجسم كل ما يكون مش دهني يعني عضلي، العضلات الجسم اذا كان محتواه عضلي اكثر، عضلات اكثر زي مثلا الرياضيين بده طاقة اعلى. لما يكون الجسم محتواه الكومبوزيشن تبعه دهني، يعني الاغلب على وزن الجسم دهون، طبعا هذه حساباتها سهلة، lean body mass index و total fat أو total body fat. fever أيضا، الحرارة بتزيد البي ام ار، حرارة الجسم لما يصاب بالحمى. stress اللي هو الإرهاق والقلق والتوتر بيزيد البي ام ار. environment temperature، environmental temperature اللي هي الحرارة في الجو في البيئة اللي بعيش فيها هذا الإنسان، بتزيد both heat and cold raises بي ام ار، التنين مع بعض، الحرارة المنخفضة والحرارة العالية، يعني البرد والحر بيزيد الحرق. Components of energy expenditure، المكونات هنا. Factors affecting، كمان مرة بنتكلم عن الفاكتورز اللي هي ايش العوامل اللي بتأثر على الحرق، معدل نسبة الحرق. Fasting، malnutrition، hormones، smoking، caffeine and sleep، الصيام و سوء التغذية، الهرمونات أو الخلل في الهرمون، التدخين والكافيين والنوم. في الصوم starvation slows BMR، في الصيام في يعني التجويع أو الجوع، الصيام أو الجوع بيخفض الحرق، بيخفض نسبة الحرق. malnutrition، سوء التغذية بيخفف الحرق. هرمونات، إذا كان الثيرويد هرمون كان increase or decrease BMR، يعني الهرمون تبع الغدة الدرقية له علاقة بزيادة أو انخفاض الوزن، مش بنقول كسل أو نشاط بالغدة فهي هيك. Premenstrual hormone can increase BMR، Premenstrual اللي هي إيش اللي قبل، هرمونات اللي ما قبل الدورة الشهرية، استروجين وبروجسترون والأمور اللي زي هذه بتخلي الطاقة برضو تزيد والحرق هنا يختلف. التدخين بيزيد الحرق، الكافيين بيزيد، والنوم بيخفف slows BMR. هذا الجدول طبعا اللي بيلخص اللي احنا حكيناه، هي الايج، هايت، جروث، بادي كومبوزيشن او الجندر او النوع، الجنس، فيفر، ستريس، انفايرمنت، فاستنج،
من نيوتريشن هو هذا الجدول اللي ممكن ايش تشوفوا فيه السلايدات اللي حكيناها قبل كده بشويه. مثلا الدراسة يعني بتشوف الكتاب هنا مفتوح الدقيقة أو الدقيقتين عفوا الكالوري أو 2 كالوري كل دقيقة الدراسة بتحرق. يعني عندما تفتح الكتاب وتبدأ تدرس الامتحانات أو تشوف الفيديو هذا أو تحضر مسلسل تلفزيون أو شيء زي هيك الدراسة عشان بتشغل أنت دماغك والدماغ بده أكسجين والأكسجين هذا الدماغ بده أكسجين طبعا جلوكوز بده حرق فأنت بتستهلك من سعر حراري 1 لسعرين في الدقيقة الواحدة من components كمان مرة physical activity لو الطاقة هنا اللي هي متعلقة بالنشاط الرياضي والحركة most variable and changeable components of energy expenditure أكيد نمط الحياة الخامل بيكونش في عندك حرق عالي فبتخزن دهون أعلى في الجسم إذا كان الريذم أو النمط تبع أكلك واحد لكن لما أنت تتنشط أكثر وبصورة أعلى بتحرق أنت طاقة وبتبذل مجهود بيحرق طاقة أكثر للعضلات حتى تقوم بواجبها بينزل وزنك أو بينتظم الوزن. Voluntary movement of skeletal muscles الحركة اللا إرادية أو الطوعية للعضلات للهيكل العظمي عندما يتحرك أو عشان هيك بنقول المشي مش الهيكل العظمي بده حركة في المشي. المشي بيحركه مين العظام العظام بيحركها العضلات العضلات بدها طاقة فبصير في الفيزيكال اكتيفيتي هنا النشاط الرياضي بصير في حرق للطاقة مع الرياضة البسيطة أو ألا وهي المشي اللي هي voluntary movement of skeletal muscles. It can be significant in weight loss and weight gain أساسية في ممكن في فقدان الوزن او زيادة الوزن ممكن يكون ايش في هنا significantly يعني زي ما نقول احنا significantly عفوا يكون ايش في تميز هان في او اشي ملحوظ. Amount of energy needed depends on muscle mass, body weight, activity, frequency, intensity and duration. حكيناها قبل شوية انه كمية الطاقة بتعتمد على ايش ماسل ماس لكتلة العضل كلما كان الانسان رياضي وعضله كبير وعالي بيحتاج لطاقة اعلى عشان هيك الرياضيين بعد التمارين الرياضية وبعد ماتش الكورة او رفع الاثقال او شيء بحس بالجوع ممكن ياكل بشراهة عن 4 أو 5 أشخاص. بادي ويت كلما زاد الوزن طبعا او قل الوزن بيعتمد هنا كمية الطعام تعتمد على هذا التوازن كلما زاد الوزن زاد الاكل قل الوزن بقل. اكتيفيتي النشاط ايش بتعتمد على الفريكوانسي انتنسيتي اند دوريشن هي الشده والكثافه والمده شده التمرين يعني زي مثلا تمرين كره قدم او تمرين باسكت يعني في حركه مستمره مش يعني شيء بسيط هيك زي السويدي مثلا او تمارين الكارديو بكونش فيها نشاط عالي او مده زمنيه اعلى. Thermic effect of food أو TEF TEF مكونات اللي إيش اللي هي الطاقة من الحراري الثيرميك اللي هو حراري تأثير الطعام الحراري acceleration of GI tract functioning in response to food presence release heat فهنا الacceleration أو التسارع اللي بيصير استجابة هنا في المعدة استجابة لوجود الطعام فيها بتبدأ تتحرك بتبدأ تنشط وهذا الكلام هو اللي بيفعل الحرق وبيخلي الجسم يحرق فوجود الطعام في الجهاز الهضمي بيخلي المعدة تشتغل وتحرق كالوريز approximately 10% of energy intake معظمها تقريبا هيكون في حوالي 10% من الطاقة زي ما شفنا في الجرافيك قبل شوية بيكون هو نتيجة الحرق بسبب تواجد الطعام في الجهاز الهضمي أو عملية الهضم بشكل عام اللي هي كربوهيدرات من 5 إلى 10% الفات من 0 إلى 5 بروتين من 20 إلى 30% وإذا في الناس اللي برا الأمانة العلمية انحطت يعني الكحول من 15 إلى 20% نتيجة تخمر أيضا الطعام هنا الكحول فبيصير في إيش التخمرات هذه الغازات من 10 إلى 20% بتعمل من الطاقة. Adaptive thermogenesis مكونات اللي هنا اللي توليد اللي بنتكلم عنه التكيف thermogenesis هنا توليد الحرارة التكيفي
الحرارة لما بيتكيف الإنسان مع الثيرموجينيسيس هنا اللي بنتكلم عنها، بداية مثلا الأماكن الحارة، الدول الحارة زي الخليج مثلا أو زي سيبيريا وروسيا الدول الباردة. فهذا التكيف مع الجو أو البيئة نتيجة هذا بصير أدابتيشن، بصير تعود، هابت، الجسم خلاص تعود على البرد، أو العكس في الخليج مثلا أو الصحراء الجسم تعود على الحرارة أو الشوب زي في أفريقيا أو الخليج. هذا dramatically changing circumstances، بغير هنا بشكل طبعا الظروف المتغيرة بشكل كبير، بصير مثلا physical conditioning extreme cold overfeeding starvation trauma stresses، كل هذه بيتكيف معها الجسم من بدانه وبرد قارس والافراط في التغذيه المجاعه الصدمه الضغوطات كل هذا الاكزيست العمل الاضافي اكسترا ورك دان باي ذا بادي كل هذا بيعتمد على الحراره. بتلاقيك انت مثلا في الشوب او في البرد في خمول، الشوب ممكن يعطيك نوع من الحركه. amount expended is extremely variable and specific to individuals، هنا بيعتمد طبعا من شخص لشخص بيختلف. فبتلاقي الاسمان او اللي عندهم وزن عالي جدا حركتهم بطيئه حتى لو في الشتاء وفي خمول واكل كتير، فعشان هيك بتلاقي ايش فيش اكسبندتشر في ادابتيشن في تعود. not including included in energy requirement calculation، هنا ما بيتم حسابها ب متطلبات الطاقه للجسم، مش مشمول، هذا مش محسوب. ليش؟ لان هذا يعتبر اكزيست الاكل اللي انت بتاخده، فبدك تحسب النيدز تبعك بالآلة الحاسبة بصورة صح. Estimating energy requirements، كيف انا بقدر اقدر الاحتياجات هاي؟ الاحتياجات هاي بدي من الطاقة بقدر اقدرها زي ما قلنا من الحسابة بالكالكوليتر. كيف انا بدي اعرف انه جسمي بده 1000 سعر حراري او 2000 سعر حراري او 3000 سعر حراري؟ كيف بدي اعرف جسمي انه بده هذا الكم او هذا الحجم من السعرات؟ الاجسام انت كمتخصص في التغذيه بتختلف من جنس الى اخر حسب الجنس، من جنرالي هاف ا هاير بي ام ار، طبعا الرجال لهم متطلبات في الطاقه اعلى من النساء. جروث النمو بي ام ار از هاير ان بيبل هو ار جروينج، يعني في العمر الصغير اللي تحت سن البلوغ يعني في فترة المراهقة أنا اللي نقصدها، بيكون إيش متطلب الطاقة أعلى من المطلوب ففي نمو. العمر أيضا changes with age، هنا البي ام ار بيختلف حسب العمر، كلما زاد العمر قل البي ام ار زي ما حكينا. النشاط البدني هكذا، والبادي كومبوزيشن اند بادي سايز الحجم والتكوين، الجسم مثلا زي ما نقول خشب وعريض او مربعاني صغير او هكذا، اللي احنا بنقول انه الناس الطوال او الناس اللي الصغار في او القصار القامه، ويت هيفير بيبل وذ هاير هاف هاير بي ام ار، الناس اللي عندهم سمنه عاليه او مفرطه وهيفي ويت وزن عالي ضخم بيكون له احتياجات طاقه مختلفه. What is body composition؟ شو هو اللي نحن نقول عنه تكوين الجسم؟ شو هو مكونات الجسم؟ The body relative amounts of fat mass and fatty free mass, bone, water, muscles, connective and organ tissue, teeth. مكونات الجسم طبعا دهون وخالية من الدهون، كتلة خالية من الدهون وكتلة موجود عليها الدهون، يعني العضلات pure أو عضلات مع دهون. طبعا هنا إيش بتعكس؟ طبعا الوزن الاخر لو فصلناه، هذه العظام والميه، العضلات نفسها، الاورجنز اللي هي الاعضاء، الانسجه، الاسنان، الدماغ لحاله وهكذا، يعني اعضاء كتل متوازنه في عفوا متكافئه في الاماكن موجوده حوالين بعض. essential fat هنا نتكلم عن مثلا الدهون الأساسية essential fat، يعني فيش جسم مش عاوز دهون يا جماعة، لازم يكون في عندك دهون في داخل جسمك ولكن بالحد اللي الطبي المعروف. crucial for normal body function، هنا حاسة حساسة عفوا وحاسمة
وايش بنقولها كمان احنا ضرورية ومهمة لمين؟ للأداء الوظيفي للجسم بالشكل المعتاد normal body function. 3 إلى 5% of total body weight in males في الذكور الدهون بتشكل الأساسية طبعا من 3 إلى 5%، ومن في النساء أعلى شوية من 8 إلى 12%. non essential fat بتساوي adipose tissue، الدهون الغير أساسية بتساوي الأنسجة الدهنية اللي موجودة في الجسم. هي احنا الفيزيكال او تيبيكال بادي كومبوزيشن في الراجل والست، يعني لو خدنا الجزء العلوي من جسم الرجل بنلاقي 45% منه عضلات، هنا الستات 36% فقط، منطقة الحوض 12% في الستات، 15% البطن عند الرجال 3% فقط، لكن عند النساء 12%. الأرجل أو عفوا اللي هو العظام بتخزن من 12 في الرجل 15 أدر، لكن هنا إيش بيكون essential fat، هذه essential fat المهمة جدا في الست في منطقة البطن، هاي شايفين essential fat الدهون الأساسية الرئيسية في السيدة 12 في الرجل 3. non essential في الستورج هنا في المخزون الدهون اللي مش لازمة في الرجال اللي هي الأرداف، يعني الحوض 12% في الستات 15% أعلى شوية، الدهون في الرجال أعلى 15 في النساء 12، متساوي في بعض الأطراف. ليش؟ لأن الأطراف ما فيهاش مخزون عالي، في العضلات بيكون أكتر في الرجل. criteria for weight normality and risk of comorbidity، معايير هنا ايش بنعمل فيها اللي هي خطر الإصابة بالأمراض المشتركة وتكيف الوزن، معايير تبعت انتظام الوزن أو نظم الوزن اعتدال الوزن، في له معايير. خلينا نشوف الـ World Health Organization استخدمت ثلاث معايير أو ثلاث مفاتيح، ثلاث قياسات أساسية اللي تعرفنا الوزن والسمنة والنحافة والخلل في هذا الموضوع، اللي هي Body Mass Index، Waist Circumference من محيط الخصر، Waist to Hip Ratio النسبة ما بين الخصر والحوض. البادي ماس اندكس هو عبارة طبعا مشهور عندكم وعارفينه اكيد، الاندكس هو بيرسون هايت ان ريليشن تو هايت، بي ام اي بتساوي ايش الويت على الطول بالمتر المربع، يعني الويت بالكيلو الوزن بالكيلو على الطول بالمتر المربع، وهذا الجدول بيدللنا مين عنده سمنة ومين عنده نحافة ومين معتدل. بي ام اي اللي اقل من 18.5 بيكون ايش اندر ويت، اللي 18.6 ل أو 18.5 هنا 18.4 من 10 هنا 18.5 ل 24.9 بكون نورمال، من 25 ل 30 أو 29.9 أعشار بكون وزن زيادة، أكثر من 30 على السكيل تاع البي ام اي بكون ايش اوبيس، والاوبيسيتي لها ثلاثة مستويات، اوبيسيتي جريد 1، اوبيسيتي جريد 2، اوبيسيتي جريد 3، أو اللي بنسميها إحنا سمنة درجة أولى، سمنة درجة ثانية، وبعدين إكستريم أوبيسيتي درجة ثالثة اللي هي السمنة العالية أو المفرطة، وهذا اللي إحنا بنقول عنها هي مودريت سيفير وفيري سيفير، أكثر من 40 بكون فوق اللي هو كلاس 3 على الجدول، هو نفس التفسير. المورتاليتي والموربيديتي في الريسك إنكريز، البي إم آي ديكلايند إذا البي ام اي انخفض اكثر بكون ايش كل ما انت رحت حوالين السمنه وارتفع بكون ايش ريسك في خطوره، لما يكون ايش في النورمال هنا بكون فيش خطوره، فلما ينخفض ايضا البي ام اي بيكون برضه في ريسك، لما يعلى البي ام اي في ريسك، يعني اذا زاد وزنك وعالي وصرت تخمه وسمنه بيزيد الخطر، واذا قلت عن المعدل الطبيعي ل 18.5 ايضا بيزيد الخطر، فبصير هنا في خطوره في البادي ماس اندكس، دليل كويس ليعرفني درجات الخطوره سواء كانت اقل من النورمال او اعلى من النورمال، والتنين ريسك تمام، لكن هنا في الديكريز وهنا في الانكريز.
BMI offers a basic index for determining health concerns related to obesity. المؤشر هذا بيحدد كتلة الجسم طبعا على السكيل اللي شفناه، ولكن هو ايش؟ مؤشر اساسي لكي يحدد المخاوف الصحية اللي احنا ممكن نخاف منها. كلما ارتفع BMI زاد الريسك للإصابة بالجلطات والأمور اللي لها علاقة بالقلب والضغط والسكر وهكذا. وأيضا النحافة المفرطة اللي وزنه أو وزنها تحت مثلا 40 كيلو أو 45 كيلو بكون في خطر عالي وبده إشراف طبي حتى يرفع الوزن. BMI does not take into account the role of muscles in this ratio. هنا دور العضلات الـ BMI ما بحسبه، ما بيعرف الـ BMI على السكيل إيش دور العضلات في الموضوع. Since muscles weight more than fats, some athletes will be considered obese in spite they can have little body fat. على السكيل أحيانا بنخطئ بنقول وزن العضلات زي الرياضيين مثلا، كتلة العضل عالية عنده لكن هو جسمه أعلى في الـ BMI، هنا ما بنعتبره هو أوبيس، لا هو عنده وزن عضلات عالي بالرغم من إنه وزن الدهون أو حجم الدهون الـ Non-Essential Fats تبعته إيش بكون أقل من المعدل الطبيعي، فهذا ما بشكل خطر، لكن بدها قياس. ليش؟ لأنه الجسم الرياضي هذا عشان يتحرك بليونه وبسهولة بده نسبة معينة اللي هي اللي بنقول عنها Essential اللي هي الأساسية الضرورية من الدهون. هذا السكيل بدينا هاي بالسنتي، اذا في ناس بتحب الانش والفيت على هوا امريكا للقدم بوصة هنا بالسنتي. يعني مثلا لو وزن واحد مثلا نشوف البي ام اي تبعه مع الهايت والويت، هنا اللي فوق الوزن وهنا الطول. لو واحد مثلا طوله او واحدة مثلا في ميل او ميل مثلا طوله 160 سنتي ووزنه مثلا 74، بنمشي وين في 74 هنا، هي 74.8 وطوله 160، نقف عند ايش بكون 74.8 هيها في اللون الاصفر اخر مربع في الاصفر. ايش المربع الاصفر بيقول؟ اوفر ويت، وزن زياده. لو مشينا خطوه بسيطه وزاد وزنه 77 طلع عند 77 على نفس الطول ال 160 ايش بصير؟ بخش في الأوبيسيتي وهكذا. فهذا السكيل كويس لكم، ممكن تلاقوه على الانترنت، صفحات الـ WHO موجود، هذا بودي ماس اندكس تشارت اسمه، لو كتبناه على جوجل هذا بكون ايش على طول معاكم طول ما انتم متخصصين في التغذية، بيدلك مين اللي اندر ويت بالازرق، مين النورمال بالاخضر، ومين اللي اوفر ويت بالاصفر، ومين اللي أوبيس أو عنده سمنة باللون البني هذا، والأحمر اللي هو في درجات الخطورة. يعني درجات الخطورة هنا مثلا الـ BMI تبعه 40، إيش هذا ماله؟ وزنه 97.5 وإيش طوله؟ 154.9 أو 155 سنتي في مثلا 97.5 بكون إيش؟ كتير عالي. أو مثلا طوله 193 سنتي لكن إيش وزنه؟ 97، شايفين؟ طلعوا. مش ضروري انه الوزن 97 كيلو يعني عنده مشاكل، لا ممكن يكون اوفر ويت او اوبيس في بعض الاطوال، فالطول بيحدد. يعني مثلا اللي طوله 175 الافريج العادي 170، الصبايا دائما من 160 ل 165، يعني هنا في هذا الكلام، فهي الرينج اللي المفروض يكونوا فيه صح. ويست circumference حجم الخصر، حجم الخصر صبايا وين النافل، وين اضيق منطقة، هذه غلط. احنا اللي بنقول عنها ايش؟ اضيق منطقة في الخصر هي المشكلة فيها، لا الصح وين؟ اللي هو وين السرة بالضبط، وين النافل عليها بالضبط محيط المتر، هو هذا حجم الخصر اللي بنقول عنه البطن هو الخصر والبطن واحد. Waist circumference can be used to assist central abdominal obesity، ممكن يحدد ايش محيط الوسط هذا او البطن. السمنة لازم يكون عند الستات اقل من 88، should be less than في السيدات 88، في الرجال اقل من 102 اللي هو من السرة ومحيط السرة بالضبط اللي هو البطن. Those with the high waist circumferences values are more likely to have CVD, diabetes and dyspareunia.
dyslipidemia than those of normal values. أي حدا بكون زيادة عن الأرقام هذه بكون معرض للكارديوفاسكولار ديزيز، أمراض الشرايين والجهاز العضلي، الجهاز عفوا الدوري الدموي والقلب، يكون معرض للمخاطر. Waist to hip ratio النسبة ما بين الخصر والحوض، هذه المسافة أو هذا الويست، هذه النسبة عفوا، this ratio is used as an indicator of body fat distribution، هذه بتحدد لي ايش مؤشر هي توزيع الدهون في الجسم، بتخليني اعرف قديش جسمك فيه دهون. فبناخد الويست زي ما شفناه تو، وبناخد الهيبس، الهيبس اللي هو منطقة الحوض قديش المتر، وبنقسم على بعض. ف the fattest part of the buttocks قديش في اعلى منطقة في الارداف، بنحط المتر عليها مع الحوض، وهو بكون ايش المقاس. وهذه زي ما احنا حكينا عنها اللي هي السرة، values above فوق 0.85 في الستات وفي الرجال واحد، بكون ايش في عندك obesity وفي عندك زيادة في الوزن. Body fat and its distribution، كيف توزيع الدهون داخل الجسم. في عنا intra abdominal fat و fat around the hips and thighs اللي هي شكل التفاحة وشكل الانجاصة اللي بنقول عنهم مشهورين. intra abdominal يعني بيكون الدهون داخل البطن، السمنة مركزة في البطن، يعني ايش بيكون على هيئة التفاحة، يعني من فوق رفيع ومن تحت رفيع، والتخمة او السمنة في الوسط. طبعا هنا presence a greater risk of health، خطورة عالية على الصحة والأمراض القلب والجهاز الدوري. إذا الدهون حوالين الحوض والأرجل الفخدين زي حجم الإنجاصة، بكون إيش common with women، طبعا مشهورين الستات بهذا الشكل. relatively harmless هو عبارة عن خطر نوعا ما، مشكلة ومؤذية بالنسبة للنساء كشكلا وك حجما كأمراض ممكن تنجم عن ذلك. ما في ست بتحب شكلها يكون زي الانجاصة أو عندها سمنة أو كرش أو حوض عالي زي هذا الشكل. هاي شكل التفاحة تقريبا في الرجال أعلى، وفي النساء شكل الانجاصة الحوض اللي احنا بنقول عنه. فالأبدومينال فات شايفين الدهون كيف مركزة في الرجل أو في السيدة، أحيانا في ستات أو رجال، هذا المثال الطبيعي وهذا اللي فيه مشكلة. Body fat and its distribution كمان مرة. Other techniques of body composition، في تكنيكات تانية ممكن ايش تدابير تانية، ممكن skin fold measures، هذه بدها اجهزة مخصوصة. Hydro density meter بيحطوه في قياس الهيدرو density meter، كيف هذا بيحطوه في الهيدرو يعني في المية، واللي بيطف برا هو الوزن تبع الدهون. بايو الكتريكال امبيدنس في بيقصوه بأجهزة حرارية والكهرباء وضغط الهواء وهكذا كلها. طبعا هذه اليوم احنا متقدمين وبنحسبها عن طريق الكالكوليتر في المقاس، يعني المتر مع الآلة الحاسبة. بادي ويت اند هنا في الكالكوليشن هاي، فات ديستريبيوشن كورليت وذ ديزيز وذ ريسك لايف اكسبكتنسي، طبعا بتقلل العمر بتوزيع الدهون، هذه بترتبط مع خطر الامراض متوسط العمر، كلما زادت الدهون في الجسم قصر عمر الانسان نتيجه طبعا المخاوف هنا الصحيه بالاصابه بالامراض المزمنه. كورليشنز ار نوت كوزز، كورليشنز ار نوت كوزز، زي التحاليل مش عباره يعني نقول احنا ارتباط ليست اسباب للمخاطر او بتسببش، يا دلائل هي عبارة عن دليل وليست سبب. health risk of underweight، طبعا هنا الobesity في الفاتس، الunderweight اللي تحت الوزن المعدل الطبيعي. causes of being underweight is important، smoking other diseases، ممكن تخفف من الوزن او يعني تنقص الوزن بشكل عام. يصاب الانسان مدخن بنحافة احيانا بشكل عالي. loss of lean tissue، ممكن يفقد عضلات بصورة عالية. الستات اللي بيدخنوا في عندهم مشكلة في الدورة الشهرية. irregularities بتأخر أسبوع 10 أيام، ممكن كل شهرين مرة تيجي أو 3 أشهر مرة ممكن تنقطع. if pregnancy occurs unhealthy infants، ممكن إذا كانت الست حامل
يعمل مشاكل مع الحمل او البيبي او الجنين. Osteoporosis and bone fractures، ممكن يكون عندك لين عظام، تهشاشة عظام، او في عندنا مشكلة في الكسور، يعني اللي بيدخل ممكن لما يقع ينكسر بسهولة. Health risks of overweight and obesity، توزيع الدهون في الجسم ايضا بالشكل العالي في الاوفرويت والاوبيسيتي بيعمل مشكلة، اللي هي cardiovascular disease حكيناها، ممكن يعمل ضغط وسكر. Sleep apnea ممكن يعمل لك ايش، مشكلة في النوم. امراض اخرى بسبب زيادة الوزن هنا. Stop while sleeping associated with some type of snoring، ممكن الشخير اللي هي ارتفاع مثلا لما نقول احنا الدايفراغم، الحجاب الحاجز مع المعدة، دهون الكبد، بتلاقيه ايش علي البطن وبطل يعرف يتنفس صح، وممكن السفوكيشن الاختناق، ممكن بعض انواع الكانسر، وممكن ايش اوستيو ارثرايتس اللي هي الام المفاصل والعظام او الروماتيزم او الهشاشه، وكل هذه امراض العظام ممكن يكون خطر بزياده الوزن. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعه في قناه اليوتيوب الدكتور عطا محمد القيسي لكل ما هو جديد. تابعونا بتفعيل الجرس وما تفوتكم الفرصة لمشاهدة المزيد من المعرفة. شكرا لكم وألقاكم في محاضرة أخرى.